بقرية راش مركز ديار بنك. كما شرفنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد حسنين البنا المقيم بمنزل الهيان. شرفنا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد رمضان المقيم بالعيشية الغالي. نشكر إلى كل من شرفنا من أهل القرآن، وهيا بنا لنستمع سويا لآيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا المقيم بديار بنك. يتفضل مشكورا. الإخوة الكرام، معذرة، فقد اعتذر فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا ليفتح فرصة لزملائه. نشكر إليه واجبه وخلقه، وهيا بنا لنستمع لفضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي أبو ستير. يتفضل مشكورا. عنهم وتعالوا.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان أفلا يتدبرون القرآن وحرر المؤمنين
يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من الله حديثا.
لقارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي أبو سكيت المقيم بقرية أبرج مركز يرجبي، ونشكر السادة الشراء الذين أتوا أثناء التلاوة فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حمدي وفضيلة القارئ الشيخ محمد فتحي شرف وفضيلة القارئ الشيخ أحمد صبري وكلهم من أبناء قرية الشبراويين المركزية. أيها السادة، أشكر لحضراتكم جميعا باسم آل صقر صغيرة وكبيرة، ويتوقف إرسالنا إلى هذا الحد إلى أن نلتقي بحضراتكم بعد صلاة العشاء، فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.